شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لقمة التمويل العالمية بالعاصمة الفرنسية باريس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس التقى على هامش أعمال القمة مع كل من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا والرئيس ويليام روتو رئيس كينيا، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بأطر التعاون المشترك، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وأشقائها الأفارقة. والتقى السيد الرئيس كذلك مع السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، حيث تم تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي. ومن خلالكم أشكر الحكومة الفرنسية على الالتزام بالخريطة في الطريق وأيضا على الدعم المقدم من خلال القروض التي تم والحقيقة لازم أسجل أنا من تقدير شديد جدا لفرنسا. J'estime beaucoup la France. دايما كانت بتبقى parce que toujours la France. صديقة لمصر. J'étais toujours amie à l'Égypte. داعمة لمصر. Et toujours à soutenir l'Égypte. متعاونة لمصر. Et coopère avec l'Égypte. وأيضا تكلفة الإقراض. Aussi le coût du المشروعات دي. Prêt concernant ces entreprises. Ces entreprises sont considérées. Merci monsieur le président d'abord. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.